غبي. ماذا؟ غبي. لما الجميع يتكاسل في عمله؟ طريق الحديقة الجديد يبدو مسنفرا جدا يا شاطر. أجل، كل سنفور يسنفر عملا رائعا بابا سنفور. أو غبي. أنا أعني تقريبا كل السنافر. كف عن ذلك يا غبي. حسنا قوي. يا غبي، لما لا تذهب لجمع المزيد من الصخور وتترك عمل المطرقة لنا؟ حاضر بابا سنفور، سأعود مع المزيد من الصخور. لا يوجد صخور هنا ولا هنا، ولا صخور هناك، ولا صخور في الداخل أيضا. هناك كمية كبيرة من الصخور، شكلها غريب لكنها ستفي بالغرض. يا للعار، نحن نصطاد السنافر طوال اليوم ولم نرى صنفورا واحدا صغيرا، لذا سنتناول الليلة الحساء والفاصوليا. لو يترك الحظ بابنا على سبيل التغيير، ما هذا؟ ما هذا الذي يلمع؟ هلهول، إنها ماسة، إنها ماسة هلهول، وهذه واحدة وواحدة أخرى وواحدة أخرى، لا بد من أن أحدهم أوقعها، وهذا يعني أن هناك المزيد، المزيد. تعال هلهول وابدأ البحث، هذا يوم حظنا. مرحبا سنافر، جلبت لكم الكثير من الصخور. وأي نوع من الصخور هو هذا؟ إنها شاحبة كثيرا. أهي مريضة؟ حسنا، الصخرة تبقى صخرة وتبقى صخرة، صحيح؟ دعوني أسنفرها، لقد تحولت إلى غبار. غبي، هذه الصخور غير نافعة. أجل، سنفرها من حيث جئت بها وأحضر لنا بعض الصخور الجيدة. عجباً، لا أجيد القيام بأي شيء. عجباً، لا أجد أي أثر للماس في أي مكان. هلهول، ساعدني على البحث في الأسفل، فالماس لا يقع علينا من السماء. سنفور، هم يملكون الماس. قبضت عليك. النجدة، بابا سنفور، النجدة. اسمعوا، النجدة، النجدة، بابا سنفور. يا للسنفرة، غبي وقع في مشكلة، بسرعة إلى الغابة. عجباً عجباً، سنفور، هل سقطت هذه من كنزك؟ أي كنز؟ كنت أرمي فقط بعض الصخور القديمة. صخور قديمة؟ أخبرني يا سنفور، هل هناك المزيد من هذه الصخور القديمة؟ طبعاً، الكثير منها في هذا الاتجاه، في... في قريتك صحيح؟ لا لا لا، ليس في القرية، لا. لا تكذب علي أيها الصغير. تارشبيل، اترك هذا سنفور. المزيد من السنافر هلهول، اقبض عليهم. جاهزون يا سنافر؟ ارموا البلوط. أيها الأشقياء، سأريكم، خذوا هذه وهذه وهذه، لقد رميت للتو كل الماس. ترى إلى أين ذهبوا؟ علي الحصول على ماساتهم وسوف أحصل عليها. أجل أجل، سوف يصر السنافر بإعطائي الماس قبل أن أقضي عليهم. تذكر يا غضبان، بابا سنفور يحتاج إلى الكثير من الصخور، لذا أبقى عينيك مفتوحتين وابحث بدقة. أنا أمزح فقط. أكره المزاح كثيراً، لكنني أكره الفخاخ أكثر بعد. لهذا السبب يقول بابا سنفور، انظر دائماً أين تضع قدمك و... ياي! النجدة! 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 شرشبيل! رجاءً لا تخافا، أنا آسف جداً لما حصل. حقاً؟ مياو مياو مياو.
ياو. أظن أني تخلصت من كل هذه الفخاخ الكريهة، إذ يمكن لبعض السنافر أن يتأذوا منها. إلى اللقاء ويوما سعيدا. كل هذه اللطافة تصيبني بطفح جلدي. نح نح نح. تعال يا هلهول، علينا التحضير لعملنا الصالح التالي. هذه الرمال ستوقع بالسنافر. لا 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 لا. أوه يا لكما من صغيرين مسكينين، هذا رهيب فعلا، سوف أنقذكما. أوه شرشبيل، لقد أنقذت حياتنا. أوه عجبا عجبا، ولما الأصدقاء؟ إذن للأذية. لكنك لن تكن يوما صديقنا يا شرشبيل. أجل، لطالما كنت المشاوذ العجوز الشرير. فهمت الأمر أخيرا، وأيام شر البائس انتهت. وكما تعرفان إنه لشعور رائع أن أكون لطيفا، لطيفا جدا. والآن لما لا نسرع إلى قريتكما ونطلع بابا ماس، أعني بابا سنفور، على الأنباء السارة. أوه بابا سنفور، احذر من سيأتي إلى العشاء. شرشبيل، لا تخافوا، لقد جاء برفقتنا. وقام في حفرة بابا سنفور وشرشبيل أنقذنا. واو، تماماً كما أنقذني أنا وغضبان. أنا رجل جديد بابا سنفور. كذبة مسنفرة. أو بابا سنفور أصفق علي، أنت لا تعرف كم أنني وحيد تعس، دائماً أتشاجر معكم، لم يعد لدي أصدقاء. أريد السلام يا إخوتي. أكرر، كذبة مسنفرة. ولكن يا بابا سنفور، أنا أعتقد أنه علينا منحه فرصة. شكراً يا أخي مغرور. والآن لما لا أحمل كل هذا الحطب إلى قريتكم وهناك نتحدث بكل ودية؟ لا، لقد اكتفينا من هذا الحديث. هيا يا سنافر، سنرحل. لكن بابا سنفور يبدو صادقاً للغاية. إلى اللقاء شرشبيل. إلى اللقاء. إن لم يدلوني على مكان الماس سأجبرهم على إحضاره لي. مرحبا يا صديقي الصغير. عجبا، أنا آسف سيد شرشبيل، لكن قال لنا بابا سنفور ألا نتكلم معك. ولكن ما أحتاج إليه خدمة صغيرة من صديق إلى صديق. حقا؟ أجل، أريد استعارة هذه الصخور التي تملكونها في قريتكم. طبعا، سأسنفر لك عربة بكاملها. ستفعل؟ أوه شكرا لك. سأعود على الفور. آمل أن يعود سريعا، لأنني اكتفيت من لطافتي. أوه سيد شرشبيل، جلبت لك الصخور. رائع، أنا هنا. هلهول، لقد نجحت، أصبحت غنيا. وللاحتفال بذلك ستحصل على هذا الصنفور. ها هي. دعني أراها. أوب. أيها الصنفور المخادع، هذه مجرد صخور. ولكنك قلت أنت. لا تهتم يا غبي، أخيرا اكتشفت ماذا يريد شرشبيل، الماس الذي سنفرته. ماس؟ ما هو الماس بابا سنفور؟ هذا، إنها الأحجار الثمينة جدا في عالم البشر. صديقكم الزائف كان يحاول أن يستغل طيبة قلوبكم. تعالوا يا سنافري، لقد اكتفينا من هذا العجوز. انتظروا، سأعطيكم عقد الخرز هذا مقابل الماس، وهذه الحلية أيضا، وهذه الأساور الجديدة. لا اتفاق يا شرشبيل. لكن بابا سنفور أحتاج إلى مرآة جديدة. أنا أود الحصول على هذا الشريط المسنفر. وهذا الخرز قد يفيدني أيضا. حسناً، سنلتقي غداً عند الظهر قرب النار، وعندما تعطونني كل الماس، عندها ستحصلون على أغراضكم. إليك كل هذا الماس يا
الشبيل. لقد أحضرتموها؟ آه يا لجواهري الجميلة. حسناً إذن الآن سأدفع لكم. ليس بعد الآن. خفت من أن يحصل هذا، لذا جئت مستعداً. أيتها القوى العجيبة، سنفري تعويذتي. وفر على نفسك بابا سنفور، فات الأوان. أيتها القوى العجيبة، تعويذتي سنفري، اسمعيني الآن وبكل شيء فكري. وأخيراً يا هلهول أصبحنا غنيين، غنيين. ما كنت لأكون واثقاً جداً يا شرشبيل. سنافر، لكن أين ذهبت ماساتي؟ في الكيس الآخر، وذلك بفضل تبديل عجيب سريع. آسفون لاستماعنا إلى ذلك العجوز الشرير بدلا منك، لكنه بدا لطيفا لبعض الوقت. في الواقع هذا يثبت أن هناك أشخاصا لا يمكن الوثوق بهم مهما فعلوا. تماما يا بابا سنفور، وبعبارة أخرى لا تسنفروا السكاكر من الغرباء أو من المشعوذين الغرباء. كما أقول، احذروا من المشعوذين اللطفاء. هاي حالم، أتريد أن تلعب بالكرة؟ لا شكرا. عجبا، حالم لا يريد أن يلعب بالكرة معنا بعد الآن. حالم، أتريد أن تشرب آلة تقشير التوت المسنفرة؟ لا شكراً يا شاطر، أنا أتوق إلى الحماسة، إلى المغامرات الكبيرة، إلى أماكن أخرى لا شيء يحدث هنا. ربما من الأفضل أن أتكلم مع بابا سنفور. ماذا ستفعل يا سنفور حالم؟ سأقوم برحلة حول العالم بابا سنفور. لكن هذا جنون، فكر في المخاطر التي ستسنفر لها. أعرف بابا سنفور، لكن يجب أن أسنفر إلى أماكن جديدة. هذا الحلم كبير، أكبر مني. سأرحل غداً. قد يتمكن السنافر الآخرون من إقناعه بالبقاء. سأكلمهم. آمل أن ينجح هذا. هذه لك حالم، وسأسنفر لك واحدة أخرى غداً وواحدة أخرى في اليوم التالي. شكراً لك أقول، أنا لست جائعاً. هذا يستدعي مفاجأة مميزة. تفضل يا مفكر، هذه مفاجأة لك. من أجلي؟ ماذا في داخلها؟ أليس هذا مضحكاً حالم؟ أظن أنك ستبقى، صحيح؟ خطأ. إلى اللقاء يا حالم، عد قريباً لا تتأخر، اتفقنا؟ كن حذراً حالم، تذكر ما قاله بابا سنفور بشأن المخاطر في الخارج. حالم، خذ هذه الصافرة العجيبة، إذا وجدت نفسك في خطر سنفرها فقط وستعود فوراً إلى القرية. شكراً بابا سنفور. حظاً موفقاً يا سنفور يا صغير. إلى اللقاء حالم. أنا أكره الوداع. إلى اللقاء سنفور. إلى اللقاء يا سنافر. وداع. إلى اللقاء. سأسنفر إلى أعلى الجبال، سأعبر البحار والتلال، سأسافر إلى بلاد بعيدة، إلى بلاد جميلة وجديدة. عجباً، يشعرني السفر بالنعاس. ما هذا؟ هل من أحد هنا؟ لا شيء تخاف منه حالم، عد إلى النوم. عجباً، ربما علي أن أنفخ في صافرتي بابا سنفور. لا لا، سأصمد حتى النهاية، سأرى العالم. علي أن أختبئ من المطر. حسناً، على الأقل هذا المكان جاف. آه.
السنفرة حول العالم ليست أمراً مسلياً كما ظننت. أحب هذه الأيام البائسة الموحلة، ألا تحبها هلهول؟ ميو ميو. مهلاً مهلاً هلهول، ماذا لدينا هنا؟ نفد كل طعامي وأنا جائع. أصمدي يا معدتي، الطعام في طريقه إليك. لا داعي لتغضبي من أجل بيضة قديمة. لن تماني أن تتشاركي البيضة معي، صحيح؟ حسناً يا معدتي، ها هو العشاء يذهب. إن المغامرات أمر متعب فعلاً. عجباً، هذا أفضل من المشي. أنا أسنفر عبر النهر في يوم كسول. أفضل أن آكل سنفوراً على أن أنتظر سمكة شريرة، أليس كذلك هلهول؟ أنا أبحر عبر النهر، أنا أبحر عبر النهر، لا 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 لا. عجباً هذا سنفور. لابد من أنني محظوظ اليوم. هذا ما توقعته تماماً. شرشبيل. بلحمه ودمه أيها السنفور القذر. إنه صغير قليلاً لكنني لن أتركه. دعني أذهب أيها الشرير السيء. النجدة يا سنافر، النجدة. إذا قمت بإيذاء شرشبيل، بابا سنفور سيسنفر لك أذنيك. هل سمعت هذا هلهول؟ الرحلة حول العالم لا تسنفر كما خططت لها. للمناسبة أيها السنفور الكريه، هل هذه الصافرة السخيفة تعود لك؟ أجل، لا، أعني لا ترفخ بالصافرة علي. لا تريد مني أن أنفخ بها؟ أظن أنني أفسدت الأمر. قرية السنافر. لا أدري كيف وصلت إلى هنا، ولكن من يهتم لهذا؟ ما كل هذه الفوضى؟ إنه فعلاً شرشبيل، لكن كيف؟ يجب أن أسنفر شيئاً. سأمسك بالكثير منكم هذه المرة. مثلات دايزي وندى السنافر، آمل أن يعمل، وإلا ستكون هذه النهاية. بابا سنفور. والآن سأجد شرشبيل. ها هو شرشبيل. بابا سنفور. لا، لقد أمسك ببابا سنفور. أنا أكره شرشبيل. سوف تبدو رائعاً فوق حلوى السنافر. ما الذي يحصل لي؟ شكراً لك يا قوي. احذروا، احذروا يا قوي. احذروا. هذا منزلي أيها العجوز اللئيم شرشبيل. لقد أغضبتني كثيراً حتى أنني سأصرخ. عزيزتي سنفورة، أنا آسف جداً، أرجوك سامحيني. أعزائي السنافر الصغار، أحبكم جميعاً، أعدكم بألا أؤذيكم أبداً أبداً. بابا سنفور، ماذا حصل لشرشبيل؟ سنفرته بجرعة تجعل الناس طيبين ولطفاء، لكن لا أفهم كيف وصل إلى القرية. بابا سنفور، بابا سنفور، وجدت هذه قرب منزلي، إنها صفارة حالم. هذا يفسر كيف وصل شرشبيل إلى هنا. شرشبيل، أين السنفور الذي أخذت منه هذه الصافرة؟ إنه في منزلي. عجباً، تركته وحده مع هلهول. هلهول؟ هذه كارثة يا سنافر، سيأكل حالم حياً. هيا نسنفر بسرعة. انتظروني، ربما استطعت المساعدة. لو أتمكن من التخلص من هذا الحبل قبل
يجب أن أسنفر بحياتي. أسرعوا أسرعوا. أنا أكره الركض. لا يمكنك الإمساك بي وأنا هنا أيها الهر البشع. أسرعوا أسرعوا. أنا أكره التجذيف. لا لا، كنت أمزح فقط. هالهول، أنت لست بشعا حقا بشرف السنافر. ربما لن تصدقني إذا أخبرتك بأنني وجبة قذرة، صحيح؟ هالهول توقف، ألست خجلا من تصرفك وأنت تطارد هذا الصنفور الصغير المسكين؟ والآن هيا اذهب، أنا لا أحب إلا الهرر اللطيفة. ولكن ما الذي يحصل لي؟ الجرعة تفقد مفعولها، يجب أن نسنفر من هنا. فات الأوان أيها السنافر التعساء، لقد استخدمتم حيلتكم الأخيرة، لا مجال للهرب. واحد وآخر وآخر. أمسكت بهم، أمسكت بهم جميعاً. والآن هالهول، سنقيم وليمة، وليمة السنافر. يا سنافر، كيف سنسنفر أنفسنا من هذه المشكلة؟ أو ستفكر في شيء ما بابا سنفور؟ أنا أكره الخزائن. يا بابا سنفور، أنا من ورطكم في هذه المشكلة. لا لا يا حالم، لا تلوم نفسك. لو كان معنا الصافرة العجيبة لخرجنا من هنا. الصافرة معي. ممتاز، فلنمسك بأيدي بعضنا. المياه جاهزة. والآن سأحضر العنصر الأساسي. ماذا؟ لقد اختفوا. لا أستطيع التحمل أكثر. لا أستطيع، لا أستطيع. حسناً حالم، أنت لم تبتعد كثيراً في رحلتك، هل تفكر في السفر مجدداً؟ لا بابا سنفور، حصلت على ما يكفي من التشويق. على الأقل حتى الآن. رائع شاطر، هذه أجمل لعبة سنفرتها. شكرا بابا سنفور. أحبها الطفل سنفور كثيرا. في صغركم يكون العالم مليئا بالعجائب. بابا سنفور، بابا سنفور. سنفور طبيعي، ما الخطب؟ ما بك؟ هناك خطب في نهر السنافر، الأسماك تتصرف بغرابة تامة. علي أن أذهب لأرى ما يحصل. أنت محق تماماً بابا سنفور، وكما تقول دائماً. مفكر، اهتم أنت وغبي بالطفل سنفور. لكن يا بابا سنفور. نحن محظوظان جداً يا مفكر. سنبقى هنا ونلعب مع الطفل سنفور. محظوظان، محظوظان. في كل مرة يحدث شيء مهم نبقى أنا وأنت هنا للاهتمام بأشياء تافهة. عجباً يا مفكر، لكن لا شيء أهم من الاهتمام بالطفل. لو أن بابا سنفور يدرك فقط مواهبي الاستثنائية والفريدة، ولكن لا، علي أن أهتم بالطفل صنفور. غريب، لم أرى يوما شيئا كهذا. ماذا يجري في رأيك بابا صنفور؟ أخشى أن يكون هذا تلوثا عجيبا. تلوث عجيب؟ علينا أن نعرف من أين أتت هذه المادة. طبيعي، من الأفضل أن ترشد الأسماك والضفادع وكل الحيوانات العطشة إلى أعلى النهر، فهناك المياه أنقى. هلا بابا صنفور، انظر إلى هذا بابا سنفور، من هنا تأتي هذه المادة. أوه بابا سنفور، ماذا سنفعل؟ شاطر، أريد منك أن تبني سداً لمنعها من الوصول إلى النهر، وسأكتشف مع سنفور مصدرها. اعتبر الأمر منتهياً بابا سنفور. أعتقد يا سنفور أننا وجدنا مصدر هذا التلوث العجيب. بركة وحل شرشبيل. أجل، كان يرمي كل تجاربه الفاشلة في هذه البركة. إيه، هذا غيره، مسنفر. اختبئي، أحدهم قادم. صدقني هالهول، ستتحسن الأمور. فعلت المستحيل لأقبض على السنافر الصغار الكريهين، ومع ذلك يهربون مني دوما. غريب، وصفة عجيبة للتضخيم تجعلني كبيرا لأسحق قرية السنافر تماما. فشلت.
مبيد حشرة سنافر للقضاء على السنافر إلى الأبد. لا جدوى منه. جرعة عجيبة لتقليص حجم الغابة كثيراً عندها لن يجد السنافر مكاناً للاختباء من دون فائدة. أوه الهول، أعطي أي شيء لألقي القبض ولو على سنفور واحد. اركضي. ماذا يحصل؟ انتبه أيها الهر الغبي. اركضي يا سنفور، اركضي. انظر ماذا فعلت أيها البائس الغبي. من هنا يا سنفورة. ماذا سنفعل الآن؟ علينا الإسراع إلى مختبري لإيجاد محلول مضاد للتلوث. لا نعرف أي أثر قد يتركه تلوث شرشبيل العجيب على المخلوقات الحية. أوه، أشعر بحالة رهيبة. رهيبة. أشعرني ابتلاع الماء الوسخ بالغثيان. سترى ماذا سأفعل عندما أمسك بك يا كرة الصوف. أنا مريض جدا. من الأفضل أن أرتاح. الرسم البياني مربع. لا لا، ليس هذا، إنه مستدير. إذن بابا سنفور، هل يمكنني مساعدتك على تحضير الوصفة؟ لا شكرا لك مفكر. ولكنك تقول دوما سنفوران يعملان معا أفضل من واحد. مفكر، خذ أنت وغبي الطفل سنفور إلى الغابة للتنزه. أعتقد شخصيا أن بإمكان غبي القيام بهذه المهمة وحده. لكن كما قلت توا مفكر، سنفوران أفضل من واحد. صحيح يا مفكر، قلت هذا تواً. أو حسناً بابا سنفور، إذا قلت أنا ذلك فيعني أنه صحيح. لنرى الآن. أجل، حسناً. لا. من ذلك الهر الغبي؟ أشعر بالسوء كثيراً. سأفتح لك أيها الغبي البائس. هل هول، هناك مسألة أسويها معك. لا تحاول التقرب مني، لن تنجح يا كرة الصوف. بسببك وقعت في بركة الوحل. أصبت الآن بالزكام أو بمرض آخر. عجباً، حجمي يتقلص. كل هذا بسببك أيها الهر البائس المليء بالبراغيث. أجل، أركض أيها الجبان البائس، أركض. هذا مستحيل، لقد أصبحت بحجم السنافر. ماذا سأفعل الآن؟ لا أستطيع الوصول إلى تعاويذي لمداواة نفسي. وأنت يا كرة قطن اللطيفة. اهدأ الآن، هر لطيف. يجب أن أجد أحداً يساعدني. لقد عرفته، لقد وجدت الحل. هناك شخص يستطيع حل الأمر. بابا سنفور، ساعدني. بابا سنفور، بابا سنفور. أي سنفور؟ النجدة، النجدة. كيف كنت بهذه الغباوة؟ أنا يا كرة الريش الغبية. كان علي التخلص من مواد الكيميائية بحذر. اذهب من هنا أيها الثرثار. لا لا، إن الأمر يتكرر. أصبحت الآن بحجم فأر. أنا هنا في أمان. وجدتها، وجدت الحل يا سنفورة. تهنية يا بابا سنفور. علينا أخذ المحلول المضاد للتلوث إلى النهر حالا.
فيبطل هذا مفعول تلوث شرشبيل العجيب. أوه، نجح الأمر بابا سنفور. أجل، أصبح النهر آمناً. هذا رائع، سأسمح الآن لكل المخلوقات بأن تشرب. وستعود الأسماك إلى منزلها. لسوء الحظ يا سنفورة، علينا الذهاب إلى منزل الشرشبيل لتنظيف بركة الوحل خاصته. وأخيراً رحل ذلك الحيوان. مفكر، هل يمكننا أن نرتاح قليلاً؟ طبعاً، لن يشكل هذا أي فرق. عجباً مفكر، لا تحزن لأن بابا سنفور لم يطلب مساعدتك، هو لا يطلب مساعدتي أبداً. هذا صحيح، كما يقول بابا سنفور دائماً، مفكر أنت وغبي ستهتمان بالطفل. هذا صحيح مفكر، ألا نشكل فريقاً رائعاً؟ دعني أرضاً أيها المارد. أيها الطفل سنفور، ماذا تحمل في يدك؟ إنه شرشبيل. عجباً، ماذا حصل له؟ حجمي يتقلص أيها الأزرق الغبي الصغير. بابا سنفور وحده يمكنه عكس مفعول هذه التعويذة الرهيبة، خذوني إليه. وهذا تحديداً ما أنوي فعله الآن. في النهاية يا غبي، كيف لبابا سنفور تجاهل تقدير سنفور الذي قبض على شرشبيل؟ يمكن لشرشبيل المكوث في قرية دمى الطفل سنفور إلى حين عودة بابا سنفور. هذا مقرف للغاية. بابا سنفور، لقد نجح محلولك المضاد للتلوث جدا. صحيح سنفورة، أعمل فقط ألا يكون أي مخلوق قد تأثر بهذا التلوث. هذا مذهل حقا. لكنه صحيح بابا سنفور، عليك مساعدتي، رجاء أنت أملي الوحيد. لكن أولا بابا سنفور، يجب أن تلقي خطابا للنصر الذي حققته. لو كنت بحجم الطبيعي. الأشياء ضرورية أولا مفكر. لا، هذا مذهل. ماذا سأفعل الآن؟ أنت المخطئ شرشبيل، يحصل هذا عندما تخالف قواعد الأم الطبيعة. بابا سنفور، رجاء أعدك بأنني لن أكرر فعلتي إذا أعدتني إلى حجمي الطبيعي. أعتقد أن علينا مساعدة هذا المخلوق البائس المسكين بابا سنفور. حسناً إذن شرشبيل، لكنني لست غبياً لأعيدك إلى حجمك الطبيعي هنا وسط القرية. طبعاً يا بابا سنفور، لكان هذا غباوة. سنأخذ شرشبيل إلى الغابة، فإذا عاد إلى حجمه الطبيعي لن يؤذينا. وكيف لي أن أساعدك بابا سنفور؟ أنت وغبي ستهتمان بالطفل. هو يفعلها مجدداً. حسناً، كما يقول بابا سنفور دوماً. أرجوك أصمت يا غبي. لا مفكر، بابا سنفور لا يقول هذا أبداً، أنت تفعل. ماذا سأصنفر بحياتي؟ انتظر حتى أبتعد يا شاطر. هل يمكننا الانتهاء من الأمر؟ حسناً يا شرشبيل، انتظر قليلاً. عجباً، نأمل ألا نكون قد سحقناه. لم يحدث شيء، ما زلت على حجمي. يا لك من مشعوذ بائس وزائف، وصفتك فاشلة، لم تكن يوما ماهرا أيها المؤترئ. أنت سيء حقا يا شرش. لا، مذهل. يا للهول، لقد أصبحت بحجم حشرة. أخشى أنه حتى المحلول المضاد للتلوث لا يمكنه مساعدته. بابا سنفور، هل سأجفى يوماً؟ حسناً، يبدو أن حجمك يتقلص كلما قمت بعمل سيء، لكن ربما إذا قمت بعمل صالح شرشبيل قد يكبر حجمك. قلت عملاً صالحاً؟ أنت حتماً تمازحني، صالح أنا؟ أخشى أن يكون هذا أملك الوحيد. بابا سنفور، علقت فراشة في شبكة عنكبوت، علي أن أحررها يا بابا سنفور. مهلاً لحظة يا طبيعي، ربما هذه فرصتك لاختبار نظرية شرشبيل. هذا أسخف شيء سمعته في حياتي، أي نفع سيأتيني لو قمت بعمل صالح؟ هذا سخيف تماماً. يا للهول، انتبه يا شرشبيل العنكبوت. يا للهول، ليساعدني أحد. ساعدوني ساعدوني.
كنت محقا بابا السنفور، مساعدة الفراشة جعلتني أكبر ولو قليلا. صحيح يا شرشبيل، هناك الكثير من الأعمال الصالحة في العالم، وأحيانا قد تكون هذه الأعمال كثيرة لا يمكن إتمامها. أنا أصدقك. وجدت لك بعض الأعمال التي يمكنك إتمامها، ما رأيك لو ساعدت هذين السنجابين؟ رائع. حسنا، هذه هي آخر حبة بندق. أحسنت الصنع يا شرشبيل. حملت 1000 حبة إلى أعلى شجرة، وانظروا إلى حجمي، لم أنمو سنتيمترا. اصبر يا شرشبيل، نتائج الأعمال الصالحة لا تظهر إلا بعد وقت. أرأيت شرشبيل، تعكس أعمالك الصالحة مفعول تعويذتك العجيبة. صحيح، لكن متى سأعود إلى طبيعتي؟ أصعب معرفة هذا، تابع القيام بالأعمال الحسنة. يخ، هذا مستحيل. بابا سنفور، لو قضى شرشبيل بعض الوقت في قريتنا لوجد القيام بالأعمال الصالحة سهلا. فكرة مسنفرة سنفورة. شرشة سنفور لا تتحرك. شرشة سنفور، لم أرى في حياتي ساقين معقوفتين وترهلا بهذا الشكل. انتهي من هذا السروال أيها الثرثار الأزرق. لا شرشبيل، أزرق أزرق وجميل سنفور صغير. عجبا، لم أرى في حياتي موهبة كهذه وإبداعا كهذا في أي سنفور. لطف منك قول ذلك شرشة سنفور. شرشة سنفور، أريد منكم جميعا مساعدة شرشبيل للقيام بأعمال صالحة. ولكن أليس من الخطر أن يبقى هنا بابا سنفور؟ لا، لأن التعويذة التي ألقيت عليه ستمنعه من أذيتنا. أنا أكره هذا. وأنا أكره هذا أيضا. أحسنت يا قوي، أحسنت. إنه لنبل كبير منك أن تساعدني على مزج ألواني، شكرا لك. سأفعل أي شيء لأعود إلى حجمي. لا، ليس هكذا، لم أقصد أن تمزجها بهذه الطريقة، لكن أعترف بأنك سنفور ملون جدا. شرشبيل، لطف منك أن تساعدني على سقي أزهاري، سنجعل منك سنفورا حسن الأخلاق. لا أريد أن أكون جيدا، تسمعينني، أريد أن أكون سيئا سيئا سيئا. أزهاري، توقف عن هذا حالا. لا أحتمل أن أكون طيبا. ليس مجددا. عجبا. أنا أحب الأزهار، سأحضر المزيد من الماء حتى إنني سأنزع من بينها الأعشاب السيئة. كان هذا وشيكا. تبدو مضحكا جدا بقبعة السنافر شرشبيل. لا تزعجني أيها الغبي الصغير، عانيت أن كل هذا التقلص يؤلمني فعلا. حقا، إذا تفضل، هذه الهدية ستبهجك. إنها مفاجأة. هدية لي؟ لي أنا؟ نعم، ستفرحك كثيرا. حسنا إذا. جميل. أيها البائس. لا، أشكرك على الهدية، لقد أفرحتني فعلا. لم أعد أحتمل أكثر، أنت الوحيد الذي لا يفقدني أعصابي. لا يبدو أنني قادر على القيام بعمل صالح لفك التعويذة. سهل عليك قول ذلك، ستكبر يوما ما، إنما أنا أخشى أنني سأبقى على هذا الحجم لبقية حياتي. لطف منك أن تساعدني على تصليح عربة النقل شرشبيل. أجل، لكنني أخشى ألا ينفعني هذا العمل أبدا. اصبر شرشبيل، بابا سنفور يعرف جيدا ماذا يفعل. هل لا تعطيني المفك؟ انتبه. ساعدني شرشبيل. ولكن ماذا أفعل؟ حاول رفعها، أسرع. حسنا. أحسنت يا شرشبيل، لقد نجحت. أجل، قمت بعمل صالح لدرجة أنني أنمو. حسناً، أصبحت بأمان. عجباً، أنت تنمو بالفعل. أجل، أنا أنمو. قريباً
سأعود إلى حجمي الطبيعي. أركض بابا صنفور، أركض. قريبا سأنمو أكثر لأدهس أي صنفور أمامي. أوه يا ويلي. أولا. أنا آسف شرشبيل، لكنك خطر جدا لتبقى معنا في القرية. أنا حقا آسف بابا صنفور، ما الذي أفعله؟ أنا أتصرف مثلهم. يجب أن تعلم أنه لا يمكن توقع مرض التلوث العجيب. أوه، ومن يحتاج إلى قريتك؟ سوف أكون صالحا في الغابة. أوه، ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ أنا يا كرة الريش الغنية. أوه، كم أفتقد صحك الحشرات ودهس الأزهار والصراخ في وجه الأطفال. أوه، كان يمكن أن تكون الأمور أسوأ وأن تمطر. يا له من يوم جميل بابا صنفور. إنه حقا كذلك خياط، يوم جميل جدا. طبعا يا صنفورة، إنها فكرة رائعة فعلا. انتبه إلى الطفل صنفور، أنا سأذهب للسباحة. طبعا مفكر. حسنا يا صنفور، سأجلب لك المزيد من الماء. كسلان، انتبه للطفل. كانت ليلة رهيبة، لا أستطيع العودة إلى المنزل بوجود ذلك الهر. ما هذا الصوت؟ سنافر. تماما ما أحتاج إليه. طعام. أوه صحيح، لقد نسيت، لم يعد بإمكاني حتى إخافة السنافر. ياخ، كيف لشيء بهذا الحجم أن يتسلى هكذا؟ إنهم من أستطيع مرافقتهم، فكل حيوان يريد إما أكلي أو دهسي، حتى هلهول. هلهول، إنه لا، ليس الطفل صنفور. لا، هلهول سيلتهم الطفل صنفور. توقف أيها الشرير، لما لا تهاجم شخصا من حجمك؟ لا تنظر إلي، في النهاية أنا أيضا لست من حجمك. لقد عدت إلى حجمي الطبيعي. أيها الهر البائس، سأصنع منك قفازا كبيرا أيها الهر، أو سجادة صغيرة، أو أجل جوارب تطفئني، أو قفازات، أو أنتم مساء يا سنافر الصغار. أنت مساء بابا صنفور. إن قريتهم قريبة من هنا، بحسب ما أذكر يا هلول، ننعطف يسارا بعد النهر أم كان يمينا. أيها الهر البائس. هذه المياه رائعة. هاي صنفور طبيعي، ألن تنزل إلى الماء؟ بلى، ما إن أنتهي من نزع هذه القشة من جناح الجندب. صنفور طبيعي، من الأفضل أن تسرع، تعرف كم يغضب أكول حين يتأخر. أوه مفكر، أنت تعرف طبيعي. أجل، قد يبقى صنفور طبيعي هنا طوال الليل إن اضطر إلى ذلك لإصلاح الجناح. لقد انتهيت سيد جندب، هكذا أفضل. هيا يا طبيعي، تأخر الوقت. وقع صغيرك من العش؟ ها قد بدأنا مجددا. بالقرب من منزل شرشبيل؟
منزل شرشبيل. علي أن أهتم بصغير العصفور. قولوا لبابا سنفور إنني سأتأخر على العشاء. وحين يعرف بابا سنفور أنك ذهبت في مهمة. أو مفكر، تعرف أن طبيعي ما كان ليسامح نفسه إن لم يساعد العصفور الصغير. ما كان هذا؟ مرحبا سيدة أبو زرايق، أنت تمزحين. في الواقع يبقى الهر هرا. والآن فلنلقي نظرة عليك أيها الصغير، ستكون بخير. مهلا أيها الصغير، ستكون في بيتك بعد قليل. شكرا لك، لكنهم ينتظرونني على العشاء. هلول، أين أنت؟ تعال إلى هنا أيها الهر الكسول، أحضرت لك صديقا. إذا قليلا أكاد أنتهي. انتزعتها. حسكة السمك كانت تؤلمك جدا، أعترف لك بأنك شجاع جدا. عجبا هلهول، لا تكن جبانا. لو لم تكن غبيا لعرفت أن صاحب الأنياب الفضية يريد أن يكون صديقك. تستطيع النزول الآن هلهول، فأنتما الاثنان ستعملان معا. على فطيرة توت السنافر الشهية. أقول كانت أطيب فطيرة صنعتها. آمل أن تكون قد احتفظت بقطع طبيعي. لم أفعل. لا بأس. أقول آسف لأنني تأخرت بابا سنفور، لكن سأتي الجندب والعصفور والدب والأرنب. كان يومي شاقا. لابد من أنك جائع طبيعي، فوت الغداء والعشاء. كان الأمر يستحق بابا سنفور ما دام الأرنب الصغير الضائع قد تعلم درسا. الدرس رقم واحد هذا سنفور، الدرس رقم اثنين هذا توت السنافر، الدرس رقم ثلاثة اجلس. قلت اجلس. ننتقل إلى الدرس رقم أربعة. الدرس رقم خمسة، انتبه دوما من الوقوع في فخاخ البشر، خصوصا إن كانت مصنوعة من الحديد، إنها تؤلم. موضوع الدرس رقم ستة كان الحماسة هلهول، وأنت لا تظهر إلا القليل، القليل فقط. إلى اللقاء يا أصدقاء، أراكم غدا، وتذكروا أن تنتبهوا من فخاخ الحديد. هذه شجرة توت السنافر، وحيث توت السنافر نجد السنافر. انظر أيها الطائر في الأسفل، فخ من الحديد، ويحتاج مخلوق مسكين إلى المساعدة. مياو مياو. فكانه صوت هر متألم. ألا تظن أنه هل سيكون من الأفضل أن ربما لو تمهلنا قليلا و مسكين هلهول. لا تقلق هلهول، سوف أعود. في رأيي أن نترك الهر وشأنه، إنه يستحق هذا. هلهول شرير، لما نساعده؟ لأنه سيموت إن لم نفعل. حقا، وقد نموت نحن أيضا إن ساعدناه. يا ويلي، ليت بابا سنفور هنا، لا أعرف ما علينا فعله. أنا أقول أن نرحل من هنا. أن يساعدني أحد منكم لتحرير ذلك الحيوان المسكين من الموت؟ ألن يشعر أحد منكم بالسنفرة تجاه هذا الحيوان المسكين الذي يصرخ ويصرخ من الوجع؟ إنه فعلا مسكين. مسكين مسكين هلهول. لا تبكي، لا بأس هلهول، نحن نحاول مساعدتك. أوف، يا له من فخ. ما نحتاج إليه هو عصا كبيرة. هذا صحيح، خذوا هذه ستفي بالغرض. لا بأس أيها الهر، أنت هر لطيف. لا تقف عندك مفكر، هيا ساعدني. بابا سنفور لن يعجبه هذا أبدا على الإطلاق.
سنفور طبيعي كررت الأمر كثيراً، كررته 100 مرة، بابا سنفور لن يعجبه هذا. نحن نعرف يا مفكر، لقد كررت هذا 100 مرة. أنا آسف يا هلهول، سنبقي العصابة. سنافر يا أبله وليس تنانين. أنت لا تفلح في شيء أيها الشره. حسناً، سنفر قليلاً، ليس هذا ما تظنونه. هل جننتم؟ كيف تحضرون ذلك القاتل الشرير إلى القرية؟ سنفر من الطريق ودعونا نقضي على الهر ابتعد طبيعي. أبداً، أعني مستحيل. حسناً، افضحوا الطريق لبابا سنفور. بابا سنفور، ها هو يسنفر. طبيعي، هذه المرة تماديت كثيراً بحبك للحيوانات. صحيح، لكن بابا سنفور، أرجوك، انظر إليه. يا للسماء، لقد وقع هلهول في فخ شرشبيل، هذا مدهش. انظر إليه بابا سنفور، أيبدو لك هذا المخلوق المسكين خطيراً؟ طبعاً إنه خطير. بابا سنفور، إن هذا الهر قاتل. أجل، يا سنافر الصغار، أعرف أننا واجهنا مشاكل مع هلهول. أكره هلهول، كلنا نكره هلهول. ألم أعلمكم دائما أن تحبوا كل المخلوقات بروعة وسنفرة؟ لكن بابا سنفور، هذا الهر الشرير يطارد السنافر دائما. نعم، وماذا عن ذلك؟ في رأيي ارمه خارجا. هذا المخلوق المسكين كائن حي، هل نحن مسنفرون أم لا؟ إذن لا نستطيع ترك هلهول يموت. انتبهوا يا سنافر. حسناً، لنسنفر كلنا معاً. ارفعوا. ما رأيك؟ في الواقع مفكر، لا يغير النمر جلده. أنا أوافقك الرأي. انظر أقدام سنافر، يا للهول، اهدأ. اجلس، تعال، توقف يا أحمق. أبعد نفسك الكريه عني. أوه يا هلهول، تبدو مسنفرا جدا هذا الصباح. هلهول، هل يريد الهر المزيد من الحليب؟ أتريد فطيرة توت السنافر؟ هلهول يكره توت السنافر. بابا سنفور، جذور الزنبق التي سنفرتها رائعة. أجل، جيد جدا. من ما يبدو سيشفى هلهول سريعا ويعود إلى طبيعته. هذا ما أخشاه، طبيعي. انظر آثار عجلات، لا بد من أننا اقتربنا من القرية. هل سمعت هذا؟ إنه صوت عديم الفائدة هلهول. هلهول، تعال أيها الهر. شرشبيل. هلهول، أيها الهر الشرير. بابا سنفور. أو لا، بابا سنفور، تلك كانت إحدى خدع شرشبيل. لا بابا سنفور، لا أصدق ذلك. أين أنت أيها الهر الجميل؟ وهل صدقت الآن؟ طبيعي، سنفر من هناك. لا يا هلهول، اهدأ، فشرشبيل لن يجدك هنا. تطب قوي، أحضر عربة النار بسرعة. هلهول، أهكذا تعامل السنافر الذين أنقذوا حياتك؟ لقد شممت رائحتهم والآن هجوم. ليس بهذه السرعة، توقف. قلت توقف أيها الأحمق. توقف. Yeah.
طبيعي، هل أنت بخير؟ أظن ذلك بابا سنفور. كاد الهول أن يقتلك. كان بإمكانه ذلك بابا سنفور، لكنه لم يفعل. مدهش. أيها السنافر، أين ذهبوا؟ لقد اختفوا. لا أستطيع الاحتمال. طفح الكيل هالهول. عندما أمسك بهم في المرة القادمة لن أسمح لهم بالهرب. سأدمرهم واحدا تلو الآخر في اللحظة التي أمسك بهم، وهذه الجرعة ستفي بالغرض. قريبا هالهول، قطع السنافر المتحجرة ستتناثر في الغابة. الكول يحتاج إلى الكثير من هذه الأعشاب من أجل حسائه. أجل آمل أنها تستحق العناء. أوجدت أي منها كسلان؟ لا ملاحق، سأرى إن كان بإمكاني أن أسنفر القليل منها هناك. هل سنفرت المزيد كسلان؟ ما زلت أبحث عنها سنفورة، قد يتطلب الأمر بعض الوقت. اسمع هالهول، شخير، لابد أنه واحد من تلك الكائنات الصغيرة. ماذا؟ أنت شرشبيل؟ عجبا، أنت سنفور ذكي. النجدة، النجدة، النجدة. استمر في الصراخ كما تشاء أيها البائس، لن يفيدك الصراخ. ماذا فعلت أيها الصغير؟ أوقف الهول، أوقف. أين ذهب؟ أين ذهب؟ لا يمكن لذلك المخادع الصغير أن يختفي، فقط علي أن أعثر عليه. أخرج، أخرج، أينما أنت؟ أظهر نفسك، هل تسمع؟ ماذا فعلت أيها البائس؟ سأحولك إلى حساء. لا، لا. شرشبيل هالهول، لقد تحول إلى حجر. على مهلكم، احذروا الصوت. أيها السنافر، أيها السنافر، تعالوا معنا بسرعة. شرشبيل وهالهول تحولا إلى حجر. حجر، تعالوا معنا سنريكم. هيا يا غبي لنذهب. هيا غبي، الوقت ليس مناسبا للعب. تحول شرشبيل إلى حجر. تحول شرشبيل إلى حجر. لا أظن أن هذا كان مضحكا أبدا. تحول شرشبيل إلى حجر. ما الذي يجري هنا؟ من الأفضل أن أذهب وأرى. لا أصدق هذا. هذا مضحك جدا. هذا أغرب مشهد رأيته في حياتي. في الواقع إنه الثاني. آخر من يصل إلى رأس شرشبيل يكون الخاسر. حسنا. من الجيد أن هذا قد حصل شرشبيل، لأنني كنت على وشك أن أضربك ضربا مبرحا. هيا. أنت تتباهى قوي. لا 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 لا. ما رأيك في هذا رسام؟ رائع، سوف تكون هذه تحفة الفنية. تحفة فنية؟ عذرا يا سنافر الصغار. عذرا، عذرا. مرحبا بابا سنفور. حاول شرشبيل أن يحولنا إلى حجارة، ثم سكب ذلك الشيء على نفسه. اهدأوا يا سنافري، هل شرشبيل هو من فعل هذا بنفسه؟ أجل. اتبعوني يا سنافر.
إلى منزل شرشبيل. إلى منزل شرشبيل؟ لنجد ترياقا. ماذا؟ لنجد ترياقا؟ لماذا بابا سنفور؟ يريد شرشبيل تدميرنا. لأنه يا سنافر الصغار، إذا لم نساعد شرشبيل وهلهول لن نكون أفضل منهما. أوه. أعرف أن هذه التركيبة ستعيد شرشبيل إلى طبيعته الشريرة، لكن جزءا من هذه الصفحة أصبح باليا، أحد المكونات مفقود. حسنا، إذن أظن أنه علينا أن ننسى الأمر برمته. توقفوا يا سنافر، يجب أن نفعل الصواب. لكن بابا سنفور، شرشبيل وهلهول عدوان لنا. ملاحق، ليس علينا أن نحبهما، لكن علينا أن ننقذهما. يوما ما ستفهمون. تعالوا الآن يا سنافري، ربما أجد المكون المفقود في أحد كتبي. أحضرت لك باقي كتبك من المخزن بابا سنفور. حسناً، ضعها هنا يا غبي. آسف بابا سنفور. حاول أن تكون أكثر حذراً مرة أخرى يا غبي. أجل بابا سنفور، آمل أن أجد ذلك الترياق في مكان ما في هذه الكتب. ماذا ترسم رسام؟ كما ترى إنها أجمل أعمالي يا سيد شاطر. دعني أرى. أنا لا أرى شيئاً. أشعر بالكآبة لأن بابا سنفور يريد إنقاذ شرشبيل. ليس عندي إلهام إطلاقاً. قلت إلهام؟ هذا فظيع جداً. مازح، لم يكن ذلك مضحكاً. لم يعد من شيء مضحك. ظننت أننا أخيراً تخلصنا من شرشبيل، لكن بابا سنفور يريد أن يعيده إلى الحياة. لا تقلق مازح، أنا عندي فكرة. شاطر يبني شيئاً ليأخذ مكان شرشبيل. من يحتاج إلى ذلك؟ أنا سعيد لأن شرشبيل رحل. هذا سيذكر بابا سنفور كم كانت الأمور سيئة بوجود شرشبيل. أجل، عندها سينسى كل ما يتعلق بمسألة الترياق. جيد، لن يعود هناك وجود لشرشبيل. ملاحق، لا تكن شريراً. أشعر بالأسف تجاه شرشبيل الآن، حتى وإن كان شريراً. سمي صفة جيدة موجودة عند شرشبيل. حسناً، هو إنه رأيتي؟ إنه سيء جداً. إنه جاهز. أين هؤلاء السنافر الصغار القذرون؟ سأجدكم حتى لو كان هذا آخر عمل أقوم به. آفي عنا أيها العجوز الشرير. مستحيل، سأمسك بكم جميعا. شيء ما لا يسنفر جيدا. شاطر أطفاء، لا يمكنني ذلك، تعطلت المكابح. وجدتها، التركيبة ذات المكون الضائع. آمل أن يجد بابا سنفور علاجا لشرشبيل الحقيقي قريبا، سنكون بأمان أكثر. قد تكون محقا مازح، لقد وجدت المكون الضائع لترياق شرشبيل. العشبة النادرة إحياء الجسد، لا تنمو إلا على الجرف في أعلى الجبل في الغابة. بينما تنظفون هذه الفوضى سيحضر ملاحق بعضها. ربما يجب أن أبقى هنا لمساعدة الآخرين. ملاحق، ألا تحضر لي رجاء تلك العشبة؟ حاضر يا بابا سنفور. هذا تصرف مسنفر غبي. نساعد شرشبيل بعد كل ما فعله بنا من أعمال شريرة. العشبة، هذه سوف تعيد شرشبيل إلى الحياة، وعلى الأرجح أنني سأندم على هذا طوال حياتي. النجدة. أعرف أن الوقت تأخر بابا سنفور، لكن ملاحق يصنفر جيداً. هذا صحيح شاطر، لكنني ما زلت قلقاً. إنها عاصفة قوية، من الأفضل أن نبحث عنه. النجدة! إذا لم أرحل من هنا قريباً سأسنفر جداً.
لنسنفر إلى الأعلى، كدنا نصل إلى أعلى الجرف. أنا متعب جدا. أوه. يبدو أنها النهاية بالنسبة إلي. سأشتاق إلى كل السنافر. من هناك؟ ملاحق، هل هذا أنت؟ بابا سنفور. يا للسنفرة. لا يمكنني أن أشكركم كفاية سنافر، فأنتم لم تنقذوني فحسب، بل أصبحت أعرف قيمة الحياة أيضا، حتى حياة شرشبيل. هذه هي الأعشاب التي تحتاج إليها لصنع الترياق. جيد ملاحق، جيد جدا. يمكننا الآن أن نعيد شرشبيل وهلهول إلى الحياة. إنهما هناك أيها الطائر، اهبط الآن. سنفر بعيدا. أين هو هلول؟ أين هو ذلك القذر الصغير؟ جرعتي، جرعتي الشريرة القذرة القاسية والرائعة، كيف فعلوا هذا؟ أنا أكرههم، أكره كل سم أزرق صغير على جسدهم القذر. إنهم الأسوأ، إنهم لا يطاقون، إنهم مقززون، إنهم... حسناً يا بابا سنفور، يبدو أن الأمور عادت إلى طبيعتها. أجل ملاحق.